حياتك. أخي أكرم زلمة كتير محترم، مشان هيك ساكت لك. بس أنا بعرف عالم زعران وصحاب مشاكل أكتر منك بكتير، إذا بحكي معهم ساعتها رح تفهم عن شو عم بحكي وشو قصدي. موبايل في معك؟ ايه نعم معي. عطلان شي؟ لا، لكن يلا احكي معه. ليش عم بتضيع وقتك معي؟ لازم من زمان تجمعني بهالزعران، على القليلة منشبه بعض. أما إذا ما فيك تحاكيهم عود محلك ولا تسماني حسك. المسدس اللي معي حقيقي وفي بقلبه رصاص. بعدين أنت مو أبوها لمهيك، ليش عم تتدخل بهاي المواضيع؟ ما تخليني أوصك بدون ما أفكر لحظة.